الأم المثالية هي كل أم مصرية. الأم المصرية هي فعلا أم متميزة جدا زي ما قلنا في المقدمة، الأم المصرية بتشيل كتير جدا. لما بنكرم الأم المثالية أو لما جهة ما في مصر بتكرم الأم المثالية، هي بتكون مش بتكرم الأم ديت في شخصها، طبعا شخصها أكيد مهم، لكن هي بتكون رمز لكل أم مصرية بتثابر وبتكافح بكل الأشكال وبكل الطرق، حتى لو ما كانش باين إن هي ممكن تكون بتعاني، لكن كل أم بتعاني خصوصا في الظروف اللي احنا فيها ديت. النهاردة معانا قصة كفاح بجد حقيقية وتحترم جدا. النهاردة معانا الأم المثالية لعام 2012 على المستوى الجمهورية. النهاردة معانا السيدة زهرة السعيد أحمد. صباح الخير، صباح الفل علاء، ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. وكمان معانا، هي عندها بنتين وولد، مظبوط؟ لا، أربعة، اتنين واثنين. 4 ولدين وبنتين، والنهارده معانا دينا احدى فتيات الصغيرة الصغيره. خلينا نقول صباح الخير يا دينا، صباح النور الشريف. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انا هدي حضرتك الكلمه انك انت تحكي قصتك. قصتي يا سيدي، انا الاول اتولدت في بيت والدي والدتي مكفوفين، مكفون البصر، خلفوا 6 من الأولاد، 3 بنات 3 صبيان، ما شاء الله كلنا مبصرين، اتجوزنا وخلفنا كلهم خلفوا أولاد مبصرين، بس الام والاب والام كانوا ما مكفوفين، مكفوفين الاثنين. الاتنين خلفوا الأولاد 6 مبصرين. أنا برضو اتجوزنا أنا وإخواتي، كلهم خلفوا أولاد كويسين مبصرين، أنا الوحيدة اللي الآن خدت الوراثة بتاعت والدي في أولادي يعني، والحمد لله. فربنا اكرمني بيهم، فكان عندي برضو خلفيه عن الكفيف بيتعامل ازاي وعن كده يعني، كانت عندي ربنا الهمني بقى، وعن ما عايشه في وسطهم والدي والدتي، فبدات ويا ولادي بقى قصه كفاحي وهم لسه اطفال صغيرين. يعني اقول لك احنا لفينا بيهم على دكاتره ودورنا وما قعدناش وكل حاجه ان نوصل لاي حاجه تكون لهم حل، وغرزه واحده ربنا ما قررش، قال لك لا ده دي حاجه يعني ضمور في العصب والشبكيه. فالحمد لله ربنا اكرم، ركزت حياتي بقى لهم بعد ما خدت برضو فتره معاناه واحباط وازاي واعمل بقى في المجتمع واعمل بهم ايه والناس تقول ايه وكان زمان كان في جهل من 40 سنه يعني، كان في جهل كبير، ما كانش في اي حاجه تساعدك انك انت تطلع بهم لبر النجاح. انت كنت قومت عايشه في بقى بلطيم طول في عمرك صح؟ بلطيم، كان بقى لا مدرسه نور لا معهد ديني ازهري لا كاسيت، ما كانش في كاسيت، ما كانش في حاجه. بدات ركزت حياتي وهم لسه اطفال كده، من يعني بدأ معايا كان من 3 سنين وقعد يطق كده، بدأت أوديه لتحفيظ القرآن هو عشان الولد الكبير صح؟ الكبير هشام. هشام. هما في هشام 4 أبناء، 4 أقرب. هما هشام حاصل على كلية دعوة أصول الدين من طنطا وبيشتغل إمام وخطيب ما شاء الله ومتزوج وزوجته مبصرة وجميلة جدا ومعاه بنت وولد. ما شاء الله. ورباب حاصل على دراسات إسلامية قسم علوم وتفسير القرآن من المنصورة، بتشتغل عندنا في معهد ديني بالعقد كده. عندنا هاني امام وخطيب برضه كليه الدعوه من طنطا، وما شاء الله يعني ربنا الهمه بيبقى صوته جميل جميل جدا ما شاء في الله. الابتهالات وفي القران وعندهم ما يزيد في كل حاجه. دينا الصغرى بقى ديت حاصله طالعه الخمسه على المكفوفين على الثانويه الازهريه، الخمسه على الجمهوريه، واخده امتياز في كليه دراسات اسلاميه وبتحضر دلوقتي دراسات عليا، واخده جميع كورسات الكمبيوتر اللي تصالح المكفوفين. ما شاء ما الله. فيش اي حاجه بتعكم، علمتهم الاعتماد على النفس، علمتهم الحب والطاعه، علمتهم حفظ القران، بقول لك وهم صغيرين كده بدات اكافح وياهم بقى في الاول في تحفيظ قران، ما كانش بقول لك في بلدنا حتى معهد ابتدائي، بدات اوديهم لشيخ انا والدتهم كافحنا ياما، انا اوديه ابوه يجيبه اوديهم اقعد استناه، ده رايح في مكان ده رايح في مكان، يبقى انا وابوه نقسم بعدين، ده مسافر كل يوم ده اقسم انا ورايح طنطا رايح المنصوره، كافح ابوه ويانا وتعب معانا ويانا. زوج حضرتك اصلا من ابطال حرب من ابطال حرب 73 حضر الحرب، وما كانتش قدرته الماديه ما يعني فيش، هو يقدر. 11 سنه قاعد في الجيش، وانا بقى لما ربنا الزمني بالولاد فركزت حياتي لهم، هو هو من موجود اول في بقى الجيش من 67، من 67. وانا وكان عارف ان حضرتك اتجوزتي في سن صغير قوي، 15 سن سنه 15 سنه، واول ما كنت بقبض بقبضهم ايه 7 جنيه ونص، والاولاد معايا بروح لدكاتره بلف في الدكاتره الاول عليهم وادور برضو يمكن ربنا يكرمهم باي حاجه، احاول كنت اقول لو هبيع الهدوم اللي عليا بس غرزه واحده لعين طفل يراعي تحت رجله، بس ما لقيتش والحمد لله ده فضل الحمد ونعم من لله. عند ربنا، دي اراده ربنا. دينا فبدات بقى المعهد اوكي الديني اتفضلي. جه فتح عندنا ببلوغ هشام 5 سنين، فدي فرحه الدنيا ان انا لقيت حاجه
نور امل اودي فيه ابني يتعلم. لما المعهد الديني فتح في بلطيم ده كانت سنه كام بقى الكلام ده؟ ده هو عنده دلوقتي 38 سنه يعني حاجة. الكلام ده كان في السبعينات. ايوه ماشي. فرحنا فرح الدنيا بمعهد الازهري ده، فقدمت له بيه وبدات اتكافح معاه، اتعلمت القرايه والكتابه علشانهم. ايوه عشان اقرا لهم في المصحف، ارجع معاهم وعلمت، جبت مكنه خياطه وبقيت اساعد زوجي. أيوة. برضو الوقت اللي كده اساعد بالليل، اقعد اسهر على المكنه واعمل مكنه خياطه عشان اساعد برضو زوجي في مصاريف. ما هو العيل من دول بياخد ايه مرافق طبعا. العيل باثنين يعني، تربيه الواحد باثنين، بجيب له مرافق على حسابي، يودي ويجيب يذاكر له ويعمل وياه يساعد معايا، ما هم اربعه صحيح. وانا الواحد، والدتهم بيشتغل وبيجيب لنا المصاريف مش مكافي برضو. فكانت الحياه يعني على قد ما كانت صعبه ومشقه واقول لك يعني، بس الحمد لله علمتهم اعتماد على النفس. كل واحد بيقضي مشواره الحياة، ودلوقتي ما شاء الله مطمنه عليهم خالص يعني. دي قضت كليتها بتروح وتيجي لوحدها من كفر الشيخ البلطيم، ساعه ونص بتروح وتيجي لوحدها. علمتها اول مره اوديها واطمن عليها في السكن مع المرافق ولا لوحدها؟ لوحدك خالص يا دينا؟ مع السكن، واقوم بص الاقي هي ما كبرت بقى. المرافق ده للكتابه، الدخول الامتحانات، امال هي تحركات بتحب لوحدها ما شاء الله. عندي هشام الكبير ده وهاني، علمتهم يحلق دقنه لوحده، ينسق هدومه يكويها، يكوي هدومه ويعلقها كده في الشماعه، يطبق سريره ويرتبه، ينشر الفوطه بتاعته، يعدل الغساله ايام الغساله اللي بتصير البرميل دي يفكها، واقعد عطلانه لما هو يجي يعملها لي حقيقه ربنا. الكاسيت يعطل، الجيران كانوا بيقولوا الكاسيت بتاعهم التليفون يعطل، استنى ما يجي هشام يصلحه. التليفون كان يجي هو اللي برمجه، تقرأوا الكتابة هو يبرمجه لك. دي تعتبر حاجة زي موهبة عنده، موهبة عنده بالزبط. ما شاء الله، والمفكات والبنز والحاجات دي. بس هو اختار ان هو يكون امام ويكون بالعلم والشهادة، دي كانت امنيتنا احنا. حفظنا بيهم، بقول لك بدأت معاهم حفظ القرآن وعام 3 سنين. كل الحاجات دي كانت بالنسبة لنا حاجات اضافية، علشان ماما تعودنا اكتر اعتماد على النفس. انا عايز اسمع منك يا دينا برضو، لان يعني اولا يعني طبعا انا يعني اي كلمه تحيه واي كلمه احترام هتبقى يعني قليله، فيعني قصه حضرتك هي بتتكلم لوحدها، مش محتاجه تعليق مني ولا من اي حد. دينا احكي لنا انت بقى، انا عايزه اسمع منك شويه. اولا انا سني 22 سنه، خريجه جامعه الازهر 2011. ولدت في أسرة ديمقراطية جدا، عندنا اللي هو ان احنا لما يكون في مشكلة او حاجة بنتناقش فيها، ورأي الأغلبية هو اللي بيمشي. يعني ده ما كانش ماشي في الدولة، بس كان ماشي عندنا في البيت. والله يعني عايزة اقول لك، هما كانوا يعني هما ناس كانوا فترتهم قوي قوي. يعني الست دي ما كملتش تعليمها، وصلت للمرحلة الابتدائية وما كملتهاش نظرا للظروف اللي كانوا موجودين فيها المجتمع اياميها. والدي بحكم شغله كان حصل على شهادة محو الأمية فقط، لكن كانوا بيعلمونا حاجات اعتقد ان لو دكاترة او اساتذة جامعة عندهم نفس الناس اللي نفس الإعاقة موجودة في بيتهم، ما افتكرش ان هم هيعملوا معاهم كده. الناس دي كانت بتتعامل معانا ده بالفطرة يا دي بالفطرة. يعني اقول لحضرتك ان ده بالفطرة بتاعتهم، هم وصلونا لكده. طبعا انا عشان اخر العنقود خرجت، لقيت اخواتي كلهم كده، وبدات انا اخد من خبرتهم اللي هم ادوها لهم. بالاضافه كده ماما وبابا برضو كانوا معايا، يعني انا وطبعا كل واحد فينا كانت بتقابله صعوبات في حياته، بس هم كان بعد ربنا كانوا هم اللي بيقونا ازاي نكمل. يعني انت اتخبطت المره دي، لا قوم هتكمل تاني، هتوصل هتوصل هتكمل. كانوا دايما هم يعني كان عندهم حاسة تشجيع، كانوا بيشجعونا على اي حاجة. ما فيش حاجة كنا نعملها الا اذا كان يبقى ليها تشجيع. يعني افتكر ان اخواتي ما كانوا بيحفظوا القرآن ويختموه، كانوا في البيت بيعملوا حفلة جميلة جدا 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 لكل واحد، فبالتالي كان كل واحد يبقى عنده هدف انه عايز يخلص القرآن في سن صغير. كانوا لما كل واحد فينا يتخرج من شهادة كانوا بيعملوا له حفلة جميلة ويشجعوه ويحفزوه ان هو يوصل، رغم ان طبعا المجتمع بتاعنا مجتمع بيجهل التعامل مع المكفوفين اساسا. يعني بيعملهم على انهم فئة مهمشة في المجتمع. احنا بنتعامل كأننا مش موجودين. يعني انا لما اروح اعمل حاجة روتينية من الحكومة او عايزة اخلص حاجة، لازم يا زي اي حد، ماليش احقية في اي حاجة، رغم ان انا ليا حاجات كتيره جدا في الدوله وما مش احنا مش بنحصل عليها. ففي حاجات كتير قوي كانت بتحبطنا في حياتنا غير الحاجات ديت. يعني الانسان في يعني انا شايفه ان انا كل حياتي كانت بالنسبه لي مصاعب.
صعوبات، بس بس انت عدتيها، بتعديها بفضل ربنا ثم ابويا وامي الحمد لله. الحمد لله. ست زهرة، انا عايز اعرف، عرفتي الخبر ان هتكوني او تم اختيارك ام مثالية ازاي؟ والله انا اولادي كل سنه بيقدموا لي حقيقي، هما اللي قدموا لك على سنه، وخاصه دينا تساعد وهي لوزارة الشؤون. اخواتها وهي فكرمتني من 5 سنين كده في زاعه وسط طنطا، وسط الدلتا، وسط وسط الدلتا، الدلتا. ايوه. كرموني فيها بصراحه، كانت حفله جميله، وبرضه هي دينا اللي بتقدم لي واخواتي، فان كل سنه بقى بعدها يقدموا لي بقى صراحه ما كانش احسن نظير. فالسنه دي لما كلموني دينا برضه مقدمه لي في الشؤون يا اخوات، فانا كنت بقول يعني على مستوى المحافظه، يعني هي بتقولي مبروك يا امي انت نجاحه، اقول لها على المستوى المركزي يا حبيبتي، تقولي ماما على مستوى الجمهوريه، اقول سوى لها مش الجمهورية. معقوله مش مصدقه خالص والله، وكانت فرحه جميله. وبعدين برضو الفضل ربنا ولهم برضو اولادي، يعني هم اللي ساعدوا فيها بصراحه. احنا بقالنا كتير جدا بنقدم، بس يمكن من الحاجات الفرعية النجاحات اللي حققتها ثورة 25 يناير ان الست دي تاخد حقها، الدنيا كلها تعرف ان هي تعبت في تربيتنا وتعبت فينا عشان توصلنا لكده. احنا كنا بنقدم طبعا لها كتير كتير كتير، لكن الاماكن دي كانت محجوزة لنسها. ست زهرة، انت ما كملتيش تعليمك صح؟ لا ومع كده بس ما ساعدتيهم. شاء الله عندي دلوقتي بقرا المصحف بختمه كل شهر، ما شاء الله. ومواد على قراءة الأوردة والأذكار دايما، صلاة الفجر وقيام الليل، وعلمتهم بقى عشان هي كانت في ذاكرتي على طول، مثلا عنوان جورنال أعينهم أقرأه لهم، يا ولاد ينزل في الجورنال كذا، كتاب كذا عايزين يقرأوه، أنا أنسق لهم الكتب بتاعتهم، الشرايط، لأن كان قلت كانش بقى كمبيوتر ولا حاجة، كان ايوه. شرايط وكاسيت، لما طلع الكاسيت وشاد كنت فرحانة جدا إن بس هيخف عني الحمل اكيد، شوية. بس ست زهره يعني خلينا برضو نتكلم ان احنا بني ادمين. طبعا انت اصلا عشان توصلي يبقى عندك 15 تبتدي تتجوزي، اصلا كنت مش هقولك بتعاني، بس اضطريتي في تجربه التعامل مع ايوه والدك جربت، ووالدتك المكفوفين. ايوه جالك ولد في التاني في في التالت التالت في الرابع، وكل مره بيبقى نفس القصه. بنفس انت النساء. يعني ازاي قدرتي؟ ازاي قدرتي؟ انا بس انا عايزه اعرف. اول ولد قلت بقى يعني ان هو ربنا اكرمني بيه كده، فيعني احباط وتعبت وبتبكي واقول يا رب اشمعنى انا اشمعنى كلام الجهل ده، كان برضو جهل زمان، فقعدوا بقى يقولوا ايه جربي يمكن ربنا اكرمك بده، كان اديكي ولد مفتح اديكي بنت مفتحه، ده هو بس ده يعني والزوج كان العيله رد فعله والاسره. ايه؟ انا عايزه لا اعلق على والله النقطه دي، الزوج ده ونعم الزوج انا عايزه اعلق على والاخلاص. النقطه دي. اتفضلي، هي بس بابا، هتحكي لك كمان. ايوه بابا هو اتفضلي. اللي كان محفز لماما على الصبر والعزم، فعلا ما هو ده اللي هو بقوله. والله الفاعل الاساسي في الموضوع ده، ماما كانت يعني بابا هو اكثر صبرا من ماما. فعلا كان يجي يلاقيني يعني ما ببكي، قالكيش مثلا ما هو عشان اكيد بقى، ما هو اصلها بالعكس بابا وماما لا لا فاكيد لا هو كده وحرام عليكي، ولا لا هروح لا لا اتجوز واحده تانيه، لا والكلام اللي احنا لا بنسمعه ده حتى ربنا على يحمي، اتفه سبب. عمري ما حسسني في يوم من الايام بالكلمه دي خالص، كان يجي لاني حطام على ركبتي وقافله عليا اوضتي وببكي ببكي لحد ما جيت تشنق كده، انا اتعذبت وتعبت ياما في ايام وهو الاطفال، يديكي هو يجي يقول لي دفع. ايه ده احنا كرم من ربنا، ده هو اللي عطينا، ده ربنا رزقني برزقهم، ده ربنا يبارك لنا فيهم، ده دخلنا الجنه، انت بتعيطي ليه؟ ما تعيطيش قومي، وياخدهم من ايدي كده، لو عايزين طلب لو نص الليل ينزل يجيبه لهم، عايزين لو عيل طلب يحطه في دماغه ايه جاي تجيب ده في الشام قايل عليه، لا ده الدنيا قايله عليه الدنيا طالباه، لا ده رباب طالباه، لاني طالب ديك بقى الله مشوار حياته، عمره محسسني لحظه او يوم بالحته دي. ويمكن الجهل برضو الاهل او الاصحاب بتوعه بقى اتجوز يعني نزوجك زوجه بالظبط. تانيه اجيب اولاد تانيه، قال لهم لا دي زوجه العمر واولادي دول متبطرين من عند الله، حقيقة ربنا هو عنده وانت الصبر لما كنت كمان زي ما إنسان قلتي، وكفاحا. انت انا بحترم حياتك، بتعترفي بتقولي انا كنت بعيط، وانا قلت في ليه يا رب انا الأول أيوه طيب ايه يعني غير زوجك برضو ده جه منين برضو؟ ما شاء الله، يعني المثابره والامل المثابرة والاصرار بقى ده والإصرار والعزيمة جت منين والإرادة بقى؟ من من ايمان عند ولا الله، منين؟ هي إرادة من عند الله. أنا بقى بدأت بقول لك هم أطفال أبكي وعيط، فلقيت زوجي مش معايا وأنا لوحدي ومعايا أطفال محتاجيني، فقومت بقى، وكان والدي الله يرحمه كان كل ما يتقلب يدعي لي، وكان راجل محافظ قرآن وكان إمام وخطيب برضه، كان يقول لي الدعوة بتاعته ربنا يا بنتي لينك الصبر والإيمان، ينزل عليك الصبر والإيمان،
يا زهره يا بنتي، دي كانت دعوه على طول له، على طول لحد هو بيحتضر وهو بيدعيها لي، فدي كانت بتقويني برضه. فبدات الحمد لله، صبر والايمان دفعتني ان انا اوصلهم بر النجاح. وبعدين يا شايفه نتيجه قدامها وبعدين بالظبط. هما بيساعدوني. في فرق بين ام تبقى بتعمل كده ومش لاقيه نتيجه من ولادها، وفي فرق بين ام بتبقى تعمل كده ولاقيه نتيجه، ونتيجه فوق المتوقعه. ما صلى دلوقتي على طب الكمبيوتر انتوا، كلهم بيشغلوه، حاجه جميله، بوصلوا كل حاجه عايزينها، انا اعتقد النت ان بقت دي تجربه متاحه. اصلا لازم يعني الناس بتاخد تجربه، كده انا في حاصله على اليونيسف كورسات وتتكلم، كمبيوتر. يعني موضوع كبير. انا اتفضلي حاصله يا على دكتور. كورسات كمبيوتر، معايا ICDL، معايا كورس اوفيس متكامل، انترنت متقدم، تسويق الكتروني عبر شبكه الانترنت، تصميم مواقع. حلو، اسالك سؤال، اي حد من الاخوات غير الامام يعني اتوظف او لقى وظيفه؟ الائمه الاثنين موظفين في الاوقاف، حلو، ما عدا اختي المدرسه، هي حاليا شغاله بالعقد، تعاقد. وانتي بتعملي ايه انا دلوقتي؟ لسه متخرجه، لسه متخرجه وطبعا وهتتعلمي دراسات طبعا عليا؟ طبعا توقع ان انا هقعد 6 5 سنين على ما اشتغل. 6 5 سنين ليه بس يا هي ليه؟ ده امبارح نظام اتفقنا الدولة. احنا ليه؟ لا أنا صرفت ليه؟ نفسي يعني، ليه؟ لا أنا صرفت يمكن نفسي بعد بقى. الثورة، في حاجات كتير تتغير. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله، حاسة إن شاء الله أعتقد إن النجاح يعني دايما. أعتقد إن مع حصول والدتك على هذه الجائزة أو هذا التقدير، أعتقد إن أنتوا دلوقتي موجودين في دائرة الضوء مرحليا، فأعتقد إن ممكن مرشاوين ده الحمد إن شاء لله. الله زي ما احنا قلنا ربنا إن شاء الله بيوفق يكون خير، بالظبط. إن شاء فممكن الله تبقى دي ربنا فرصة إن معاك. أنت إن شاء الله تلاقي وظيفة كويسة. إن شاء ست الله. زهرة كان في احتفال في دار الأوبرا، ايوه مظبوط، ايوه احكي لنا عن الحفلة وإيه اللي حصل، وفي مرشحين رئاسة. يا أنت تبعنا ولاد ست بلدنا. سياسية ما بتهزريش، ما بلدنا، بلدي احكي لي وصديقنا وصديق العيله وصديق اولادي، مين بقى هو؟ الاستاذ حمدين صباح. انت ما شاء بتدعمي الله، حمدين صباح؟ ربنا طبعا يرفعه بالنجاح يا رب والتوفيق، لانه بصراحه يستاهل، حلو يعني بيقف مع الفقير ومع الغلبان، ما بيدورش على حلو. السلطه العاليه او لا 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 لا، المراكز وهو العاليه. حضر حفلة التكريم؟ حاضر ان شاء الله، كان مصور موجود معانا معانا، وتصور وصلنا معانا لحد باب البوابه من بره، ويانا على طول لحد مره. والله احكي لنا على يعني حفلة بقى الأوبرا كانت عاملة حفله إزاي، كانت وعلى جميله. عارف إن في سيدات أخرى من محافظات أخرى على مستوى الجمهورية، الاثنين وفي معايا، أم الإعلاميين وأم الصحفيين، احكي الام لنا أكتر. الاعتباريه كانت معايا من بلطيم برضو، ديت برضو كانت مربيه 4 من اولاد، وزوجها مات، فبنت منها من اولادها ماتت توفت، فسابت 3 بنات، فهي ربتهم برضو، وخلت واحدة دكتورة، وواحدة واخدة كلية تربية، وواحدة واخدة كلية أساسي، وبتصبر معاهم برضو لحد دلوقتي، فكانت طالعة معايا مكرمة عند الوزير. والباقي بقى يعني برضو أمهات الشهداء، ويعني بصراحة كانت حفلة جميلة عملها الوزير. الوزير دينا، انت لما بتسعوا كنتوا بتسعوا للجائزه ديت، هل انتوا بتسعوا علشان خاطر ان يعني ان الناس، ان مصر تشوف ان ماما مثاليه زي ما انتوا شفتوها مثاليه، ولا ايه؟ ايه الدافع بتاعك انك تسعي؟ بص حضرتك، هو الدافع الاساسي من ده كله ان كل ام مصريه عندها حد بالاعاقه دي او من ذوي الاحتياجات الخاصه تصبر، تتعلم الصبر، تشوف اخره صبرها ده ايه، هيكون خير، لان ربنا ما بياخدش حاجه من حد الا ويديله بدلها اكتر منها. فكان ده هدف من ضمن الاهداف. الهدف التاني ان الست دي تستحق التكريم، تعبت كتير قوي هي ووالدي، وتستحق ان الناس تعرف هي عملت كل ده. ف يعني انتوا عندكم، واعتقد ان الهدف الاسمى فعلا والاكبر هو ان فعلا كل ام ايا كان مصابها وايا كانت معاناتها تصبر تستصبر تصبر، يكون عندها مصابرة وتستثمر انها تصبر نجاحها في وتشتغل اللي كمان. بتنسى تعبها وتنسى شقاها وتنهى تنسى المعاناة اللي هي فيه، وكافحت وتعبت في ثمرة نجاحهم هم، يعني ماما بتنسى يوم كل ما حد فينا أوجاعهم. بيتخرج من الكلية أو بيحصل على شهادة كويسة بتنسى كل اللي هي كانت فيه، وتفضل فرحانة ومش عارف ايه. طب ما أي أم مصرية عندها حد كده ويحصل على حاجة كويسة تستحمل عشان تشوف حاجة زي دي. دينا انت مفيش، انت سواء انت او اخواتك يعني مفيش يوم حسيتوا، ماشي انتوا واخدين قوه من ماما وبابا، بس انتوا يعني انتوا ما احبطتوش؟ مش حاسين ان انتوا ليه يا ربي برضو كده كل الكلام لا اللي لا لا بيقعدوا يفكروا فيه؟ انا عايز اعرف بجد بامانه، لان احنا كلنا عارف، بشر. ده بيقعدوا في البيت يضحكوا على بعض، مثلا اتخبطت فيه تقول له معلش بقى العتب على العامل، ما اعرفش يعني، بروح واخدينها بروح جميله جدا، لا لا تضحك تقعد معاهم خالص. تنسى الدنيا كلها، من مع دعبه ويا بعضهم وحبهم لبعضهم والنكت اللي يقولوها والكلام بصراحه عارف يعني. انا لما كنت مثلا في حاجه نبقى مش قادرين نعملها، او حاجه عايزين نعملها ومش قادرين نحصل عليها، خلاص هنعمل ايه، مش قادرين، حاولنا فيها على قد ما حاولنا، ويحاولوا خلاص مرة اخرها واثنين، كده، خلاص ما مش زعلانين، ما بتجيش بعدين في انا معلمة البنات ده شغل البيت زي اي واحدة مبصرة،
شغل جميع الحاجة في البيت بيقفوا يعملوها على الغسالة، في المطبخ، في تنفيذ السجاد، في مسيح، كل حاجة معلمها. الخبيب يساعدوني أنت على يعني الخبيب بقى والأعرج، مسيطرة. معلمهم اعتماد عن أصلي، مش عايش لهم وحاجة لحياتهم طب هم، بدل لا ما يعني يحتاجوا يقعدوا ربنا يديك يستنوا كده. يا الصحة، ربنا ربنا يديك الصحة، معاهم برضو فوق ربنا الكل، يديك الصحة. أنت الحمد جوزت لله. اتنين ولا تلاتة؟ اتجوزت اتجوزت الصبيان الصبيان والبنتين، هما اللي لسه ما بإذن الله إن اتجوزوش. شاء الله. يعني أنا برضو يعني مقترح إن وربنا دي مش برضو فترة، اكرم بازواج، يعني الحمد لله، فضل أكيد، ونعم، وربنا ازواجهم يرزقهم فرحه. انا زي بأزواج اولادي زي أبوهم. والله العظيم، زي اولادي، ازواج اولادي عندي بدعي لهم، وانا بصلي قبل ما ادعي لاولادي، لانهم حنانهم عليا وعطفهم الحمد لله، وعلى ازواجكم برضو. ربنا يبارك فيهم يا رب وفي اولادهم. ربنا يبارك في حضرتك، الله ربنا يبارك في يخليك يا ولادك. رب، الله تجربة يخليك. أعتقد ما مش محتاجة تعليق من الحمد لا لله، أي مذيع ولا أي بني آدم هيقدر يعلق، لأن هي تجربة بتتكلم عن نفسها. إحنا الحمد لله، بنحترم فضل ونعمة من تجربتك الله. جدا، الإيمان واضح جدا، الله والصبر يخليك يا رب، الصبر، والتحدي الحمد لله، والأمل. أعتقد إن الحمد ده لله، يلخص لا الحمد لله الفقرة يا دي. رب، وزينة هتلاقي وظيفة أعتقد إن شاء بسرعة الله. جدا. لازم أنا و نفسي بقى فيها تتوظف حقيقي، تشتغل دينا دين، بقول لها يعني تفوق لي على الدراسات، ناوية يعني على ماجستير ودكتوراه وحاجات، يعني ربنا يكرمها، هدفها واسع. هي ما شاء الله نبيها ويعني مخ. يعني سيدة زهرة سعيد أحمد، الأم المثالية لعام 2012 على مستوى الجمهورية، نورتي نهارك سعيد، الله يهدي كل نهارك سنة مبروك وحضرتك يا رب، طيبة، وانت وربنا طيب يا رب وحياتك يعني طيبة، ومصر فعلا كلها يكرمك طيبة ويكرم وبخير كل يا أم رب، والنجاح دايما لمصر يا رب. بإذن الله إن شاء ارفع الله. مجدها كده، دينا مبروك على التخرج، الله يبارك فيك، ربنا يوفقك في اللي جاي. ان شاء الله آمين بإذن يا الله. رب. وبس قولي لي عملتي ايه في موضوع الوظيفه ده، عشان لازم نبقى معاكي في القصه دي. ان شاء الله بكلمكم ماشي واقول لكم انا عملت ايه. طيب، احنا بنروح، بس قبل ما نروح في دايما كل سنه احنا كده لازم الستاف بتاع نهارك سعيد يحيي امهاته على الهواء مباشره. فداليا سدراك بتقول انجيل كوزمان طبعا هي والدتها، بتقول لها كل سنه وحياتك طيبه. ايضا رانيا التوني بتقول لوالدتها الاستاذه مشيره الجمل كل سنه وحياتك طيبه. من غاده باشا برضو بتقول لوالدتها دكتوره نعمه مصطفى كل سنه وحياتك طيبه. وعايده سعودي بتقول لوالدتها عايده مرسي، عايده وعايده كل سنه وحياتك طيبه برضو. انا بقول لوالدتي اكيد كل سنه وانت طيبه، طيب كل سنه على الهوا. معاك يعني كلكم ان شاء بتصادف الله طيبين. كل الستاف اعتقد بيقول نفس الكلام، سواء يعني الامهات الموجودين او الامهات اللي رحلوا برضو هم موجودين، لان اللي بتعمله الام زي ست زهره وزي ام تانية هو عمل ما بيروحش، الحمد بيفضل لله، في الدنيا. واحنا من غير امهاتنا ولا حاجه بجد، ده مش كلام تلفزيون ولا كلام مجاملات. كل عيد ام وانتم بخير، كل ام شهيد وهي بخير، كل ام مصريه وكل ام عربيه بخير. نهاركم سعيد. كل سنة طيبين.